السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حوار دار بيني وبين أساتذتي وناس فاضل، ويعني على أساس ما يحصلش إحراج لحد فيهم لأن ما استأذنش من حد، فأنا مش هحط صورة الكلام، لكن هقول لكم ملخص اللي هم اشتكوه بيني وبين بعض. يعني تمام، هم الشكوى بتيجي من إيه؟ إن هو الراجل مثلا نزل شرح معين في وسائل التواصل الاجتماعي، والراجل عنده علم ما شاء الله، فيفاجأ ان مثلا بيجيله 100 رسالة، كل واحد فيهم محتاج 100 ساعة عشان يرد عليها، ده بالاضافة لشغله، بالاضافة لعيلته، بالاضافة ان هو عايز يرتاح، عايز. فالناس بتشتم لو هو ما ردش السؤال. يعني واحد رد عليه بيقول له آية المنافق سلاس مثلا، يعني خلاه منافق. تمام، حاجات فظيعة. وواحد يقول له انت بتطنشني، واللي عيلي عيلي، والحاجات ديت. خلنا الموضوع مش كده، الموضوع ان مفيش وقت ان انت ترد على وسائل التواصل الاجتماعي. وممكن انا افتح الرسالة ولو لقيت الحاجة تستاهل هرد عليها. ممكن انت، في ناس بتبعت رسائل الرد عليها بيحتاج اسبوع. تمام، يعني انا شخصيا واحد صحاني من النوم الساعة 2 بالليل، تليفون واحد معرفوش ولا هو يعرفني، او ممكن يكون يعرفني بس اسم رقم مش مسجل عندي، ده عنده مشكلة في تسليمه في شغل في الشركة بتاعته. هو كان شاري لزب، فعايز حد يعيد برمجته عشان ان هو بيشغل معاه دلوقتي. طب انت شاري مني، انا ملزم يعني شغال في الصيانة، احنا اللي شغالين في دعم فني ولا شغالين في الصيانة؟ في واحد سأل سؤال، فقلت له في جروب اهو احنا عاملينه للناس المتخصصين في ديزاين بلدر. تمام، واضافته، سأل السؤال وفي نفس الدقيقة راح بعت لي قال لي انا بعت سؤال ومحدش رد. يعني رحت واخد له سكرين شوت، قلت له انت بعت السؤال وعايز الناس ترد عليك في نفس الدقيقه، ده احنا مش دعم فني، انا ضايفك لجروب كله دكاتره وكلها ناس افاضل ومتطوعين ان هم يجاوبوا على اسئله، بس مش كده. طيب تعال نشوف ايه المشاكل اللي بتحصل. الشباب مش متقبلين فكره ان انت عندك التزامات، انا مش فاضي، انا مش شغال في دعم فني، انا مفيش حد بيدي. انا ده مش كلام، انا ده كلام الناس الافاضل اللي هي بتقول ان هو عنده التزامات، مش فاضي دايما للرد. تمام، زائد ان في حاجات كتيره جدا بترد عليها، بتعمل سيلكت على السؤال ورايت كليك وتقول له سيرش من جوجل تطلع معاك. ناس كتيره جدا بتبعت تقول لك اديني تراك الحاجه الفلانيه او اديني البرنامج الفلاني. مش صح يعني انا اقعد ادور على الحاجات دي واقعد ابعتها له واقعد، لا يعني يعني انا مش بتكلم على نفسي تاني، ده انا بنقل كلام ناس افاضل احسن مني عندهم المشكله دي. انا شغال في شركه، انت شغال في شركه، انت واجهتك مشكله وانا واجهتني مشكله، هو عايز نسيب المشاكل اللي عندي في الشغل ورد. ولو هو مثلا بعتها لي الساعه 1 الظهر وانا ما ردتش 1 و5، بيتضايق ويزعل ويعمل مشاكل. طب انا مش شغال في دعم فني، انت ابعت سؤال للشركه اللي انت شاري منها البرنامج واسالهم، وهم مخصصين ناس بيدوا لهم مرتب في مقابل ان هو يجاوب. تمام، زمان كان في عند الواحد وقت وطاقة ومكانش عنده التزامات عائلية، فكان ممكن سؤال أول مرة أسمع عنه أقعد أدور عليه بالساعتين تلاتة والحاجات دي كلها. ممكن الواحد يتصل بيك يبعت السؤال والسؤال ياخد 5 6 ساعات في الإجابة، وأنت محرج إن أنت تقول له إن عندك التزامات. وواحد ممكن يكون عنده بحث علمي وعايزك أنت تعمله له كله ببلاش أو بفلوس، بس ده حتى لو بفلوس ما دام المشرف على الرسالة ما يعرفش. تمام، فدي حاجة خطيرة جدا فعلا، كارثة ان بسبب حد يخلي حد يعمله البحث وياخد الدكتوراه وياخد الماجستير بدون ما يتعب، دي حاجة كارثة. تمام، تبعت له فيديو، لا لا الفيديو طويل نص ساعة، قول لي اعمل ازاي، معلش عايزك تدخل معايا على الزوم تعمل لي كراك. طب انا هقعد اعمل لك كراك نص ساعة ده يعني ليه؟ طب انا ذنبي ايه ان انا اقعد اعمل كراكات وحاجات زي كده؟ تمام، الناس مكسله تدور على النت. تمام، في واحد، ناس كتيره تقعد تبعت لك المشاريع وتقول لك لو سمحتي اعمل تشيك عليها، اعمل يعني هو عمل مشروع بص عليه ووجد لي المشاكل. تمام، ويتضايق لو انت قلت له يعني انا مش شغال معاك في شركه، او انا مش مطلوب مني، انا عندي شغل برضه، انا شغال في شركه وعندي حياه عائليه وعندي اصدقاء وعندي اولاد وعندي ما ينفعش. تمام، في حد تقعد تدي له بوست يقول لك لا انا عايزك ترد عليا بخصوص الحاجات دي، وفي ناس يقول لك ايه انت ما تعرفوش اصلا اول مره يبعت لك.
لو سمحت انا عايز شغلانه وبتاع. طب خد اهي في كذا شركه طالبه. لا انا عايزك توصي عليا بالاسم ان انا لازم اتعين في الشركه دي. طب ازاي؟ طيب واحد ايه يبعت لك السؤال وانت مشغول، حتى لو بصيت على الرساله وما بصيتش على الرساله. انا في مثلا انستجرام ما كنتش عارف ان في رسايل ففضلت سنين، واليوتيوب كذلك كان في حاجه معينه اتلغت ان انا اشوف الكومنتات. اعتقد ان انا كنت عامل تقييد المحتوى ان ما تظهرش عندي حاجات، فلاي سبب ما كانتش بتظهر كومنتات وفضلت سنين. فتفاجأ بان الرسائل جالك مشاكل وبتاع، وممكن ان انت مثلا لسه شايف الرساله ومشغول بحاجه مش لازم ترد ساعتها، تلاقي علامات استفهام مستفزه وكلام شكله بايخ. تمام. في واحد بيسألك في حاجة أنت متعرفوش ومش متخصص فيها وبيشتبعك وأنت عمرك اتكلمت فيها، وأنت مثلا مدني وهو بيسألك في أسئلة تكييف ولازم ترد. وواحد يبعت لك أنا بدور على وظيفة في السعودية. طيب حاضر ربنا يسهل. لا أنت وعدتني أنت تجيب شغلانة ولازم ولسه لغاية دلوقتي موظفتنيش. يا عم هو أنا خدت منك فلوس؟ أنا لو جت فرصة ببعت لك. لا مش لازم، أنا عايزك توظفني. يا عم أنا مش صاحب الشركة. واحد يقول لك انا رايح الانترفيو، ايه الاسئله اللي هناك؟ انا عايز نماذج الامتحانات وعايز اسئله بالظبط اللي هتيجي، يعني لو قلت له سؤال وجه سؤال تاني يتخانق معاك كانك انت صاحب اللي انت اللي حاطط الاسئله. وفي بعضهم بيشوه سمعتك ويعمل حاجات. الاف الرسائل بتيجي بشكل مستفز يا اخوانا. في جروبات موجوده اهوت، الحمد لله مثلا اوتوديسك عملنا منتدى بالعربي تقدروا تتشاركوا فيه، ونقدر لو انا فاضي هدخل اجاوب، لو انا مش فاضي غير احسن مني هيجاوب وهكذا.